مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميتان، حيث ينطلق شوطنا التاسع عشر الذي يحمل تحديات فئة الجعدان المحليات رصائد. مسافتنا هي 5 كيلومترات. نبدأ مع شاهين لمحمد بن مايد والثاني بن بليشة الفلاسي، يتقدم على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول وعلى صدارة هذا التحدي الممتاز. مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق الى صدارة هذا التحدي والى الانطلاق والى التغييرات. هناك البداية مع مياس مطر بن سالم بالعرط الحميري، يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني شاهين لمحمد بن مايد بن ثاني الفلاسي، يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول مع مغامر علي بن سالم بن حمد الاكتبي قادما في هذه اللحظات. والمركز الرابع هناك الوصول مع صهيرمي راشد بن سيف بن ضبيعه الاكتبي قادما على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الوصول والتحدي والإثارة من الواعي مبارك بن راشد بن علي الشامسي، يتقدم على المركز الخامس. والمركز السادس الوصول في هذه اللحظات بالانطلاقات الجميلة. مصيحان سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي يقدم مصيحان في هذا التحدي الممتاز، وأيضا القدوم مع الواعي مبارك بن راشد بن علي الشامسي، وأيضا الوصول من حشار سهيل بن سالم بن مطر بن حاده. هنا الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات على تحديات هذا الشوط على المركز السابع، وغير بدا يغير في هذه اللحظات حشار في هذا التحدي الممتاز، وايضا هناك الاسماء القادمه في هذا التحدي الممتاز. المركز التاسع القادم بكل قوه، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى تحديات هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. الله يا بن حاذة بدأ يغير، بن حاذة بدأ يغير مع حشار سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول. المركز الثاني هناك صهيرمي راشد بن سيف بن ضبيعة الاكتبي يأتي على المركز الثاني ليقدم شعاره الممتاز. المركز الثالث هناك شاهين لمحمد بن مايد بن ثاني بن بليشة الفلاسي قادما بوثاني ليقدم شعاره الممتاز، ليقدم شعاره الجميل وتحدياته وانطلاقاته الجميلة والرائعة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الجميل في هذا الشوط. هناك في هذا التحدي المميز الأسماء قادمة. المركز الرابع هناك شعارك يا أبو، هناك يا بن خفية قادم مع المركز الرابع، يقدم لنا شاهين محمد بن عتيج بن علي بن خفية الاكتبي. والمركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من الواعي مبارك بن راشد بن علي الشامسي، يتقدم على المركز الخامس في هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الجميل. الأسماء قادمة، الشعارات قادمة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الممتاز. الله. والمركز السادس الوصول في هذه اللحظات من القادم في هذا الانطلاق الجميل اللي هو مغامر علي بن سالم بن حمد الاكتبي. ولكن عود ابنا الى المركز الاول، عود ابنا الى التحديات، عود ابنا الى الانطلاقات الجميله والتحديات المميزه والرائعه والجميله على صداره هذا التحدي الممتاز. الصهيرمي 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 ياتي على المركز الاول، ياتي على صداره هذا الصوت. راشد بن سيف بن ضبيعه الاكتبي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هناك شاهين محمد بن مايد بن ثاني بن بليشة الفلاسي يأتي على المركز الثاني، يتقدم بهذا الانطلاق الجميل، ينطلق بهذا الاندفاع المميز. المركز الثالث هناك الوصول والتحدي والإثارة مع انطلاقة هذه الأسماء القادمة في هذا الشوط. المركز الثالث هناك شاهين محمد بن عتيج بن علي الاكتبي قادما في هذا التحدي. وشوف
نشوف المنادي علي بن سعيد بن حمدان العمري 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 منادي 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 بدأ ينادي إلى الناموس بدأ ينادي إلى ناموس هذا الشوط بدأ ينادي الكيلو الأخير الكيلو الخطير في هذا التحدي الممتاز والعمري العمري العمري بدأ يغير في هذه اللحظات إلى المركز الأول راح مع البداية راح مع المركز الأول ومنادي مع الصدارة محمد هنا يقدم منادي في هذا الشوط هنا علي بن سعيد بن حمدان العمري العمري مع الأداء الممتاز مع الانطلاق الجميل المركز الثاني هناك شاهين محمد بن عتيج بن علي بن خفية بن خفية بن خفية قادم 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 في هذه اللحظات في اللحظات الأخيرة ولكن منادي 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 مع المركز الأول مع المركز الأول وبن خفية مع المركز الثاني ولكن العمري راح راح العمري راح راح مع المركز الأول هنا علي بن سعيد بن حمدان العمري يحقق يحقق ناموس هذا الشوط مع انطلاقة منادي ومع تحديات منادي منادي يحقق ناموس هذا الشوط بأداء ممتاز بانطلاق مميز ورائع وجميل سلامي عليك العمري سلام سلامي عليك على هذا الأداء الممتاز لحظات الوصول لمنادي لخط النهاية معلنا هذا الفوز والانتصار في هذا التحدي الممتاز تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصل على المركز الثاني شعار بن خفية مع انطلاقة شاهين محمد بن عتيج بن خفية المركز الثالث وصل في هذه اللحظات الصيرمي راشد بن سيف الضبيعي على كتبي التوقيت 7:44 تهانينا والناموس لمالك منادي علي بن سعيد بن حمدان العمري على هذا الفوز والانتصار